الحكم الرابع هو عبد الله الكندري الكويتي، اليمين راشد الدوسري، وعلى اليسار حمد والمنتخب الفلبيني. صافرة البداية، بسم الله وعلى بركة الله تنطلق المباراة الودية الدولية لمنتخبنا الوطني. طبعا نتمنى ان نشوف مدرب منتخب الفلبيني وهو مغربي براء جروندي، وهذه محاولة خطيرة تواجد خالد ابراهيم، يبعد الكرة على طول، خالد ابراهيم سريعة لكن وين توصل ايضا للدفاع، واخيرا يبعد بعضهم وجها لوجه في تصفيات كأس العالم في آسيا 2011. الكويت أيضا فازت 3-0، هنا انطلاق القلاب لكن وين، كرة برا الملعب ركنية. أول خلينا نقول 8 دقائق، أول 8 دقائق، لعيد الرشيدي، حمد القلاب يعلي، حمد القلاب ولكن فيها صافرة، فيها خطأ، فيها صافرة أو خطأ. شوف الإعادة، شايف شايف شايف، ها ها ها، وينك يا الفي ار، وينك يا دشتي فواز العتيبي، يعني سلطان العنزي ثلاثي، هذه كره ناحيه خالد، شو خالد، خالد اثنيني اثنيني اثنيني، حصلها حصلها، جول جول، في رايه في رايه، لكن اللعبه حلوه يا شباب، ومبارك لاثنيني لما مر ووصل ركلة مرمى. نعم نعم نعم، هني نشيد في اللعب، او الحكم المساعد الاول محمد العبقري بالتسديده الاخيره، حماس نبي شويه وسط الملعب يعني يركز اكثر ويعطينا لمحات، فول كره اغرب لسليمان عبد الغفور، يعطينا شنو، يعطينا استعجل نوصل وممكن نسجل، لان اول كره كانت صحيح انها ضاعت وفي تسلل، لكن التسديده ايضا جاءت من شبيب الخالدي في الدقيقه 11 من الشوط الاول. هذه سريعة سريعة سريعة، نعم سريعة، وأيضا في راية، ولكن الكرة لأنها طلعت أو تبدو خلاص اكتفى. هذا مبارك الفنيني، عندك المهارة يا مبارك، عندك السرعة يا حضر، أو أنت تمر. شوف لحظة لعب الكرة في التسلل موجود، رمضان مبارك أيضا بيأثر على اللاعبين لأنه صايمين، يتركها لفواز تيبي، أقرب لي راشد الدوسري، حارس مرمى سليمان عبد الغفور، فواز تيبي وعيد الرشيدي، الركنية تركها الفواز، الآن ممكن الخطأ، ركلة الحرة مباشرة، حكم مباراة يرجع العشرة ياردة، طبعا كان المفترض من أول هو يحط العشرة بعدين يروح مكانه هناك، الآن هو جه من مكانه آخر اللاعبين وعمل لما شاف لاعبين المنتخب الفلبيني قراب لل 10 ياردة ما هي صحيحة، شوف رجع مكانه الآن حكم مباراة مرة ثانية. شكري فواز يلعبها فواز والرأسية لكنها برا الملعب إلى ركلة مرمى، تدخل على طول سريع لي فدائي الحقيقة داخل أرضية، شوف ارتقاء لكن عالية عالية بعيدة أكثر من اللازم عن المرمى، ركلة مرمى، مانويل عود للدفاع جهة يسار مقطوعة، يلا مقطوعة حلوة، عيد عيد تحصلها، عيد حصلها، عيد وين بلعبها، عيد أخرها، عيد طولها على نفسه وقطعها من مستعجل، ليش ما انت كل لابد انه يرجعها للمكان الأقرب، المكان الأقرب والفاضي واللي يكون سهالة فيه، اليسار صح بيني حلوة سريعة، اوه لا تطالب طالب الكرة الماضية، خالد ابراهيم طويلة يا خالد، وين بتوصل، مقطوعة يضغط يشيلها حارس المرمى ويبعدها على طول، رمية طويلة خالد ابراهيم، عيد ولا فواز، عيد الرشيدي يلعبها لافة، عيد حارس المرمى طويل وعلى طول على الكرة، لعبها على الأرض سريعة المرتدة، شوف على سرعتها، حاول راشد الدوسري حصلها راشد ويرجع بهدوء لحارس مرمى سليمان عبد الغفور، يعني العشر دقائق مهاجمين ومدافعين تركيز ممكن تلعب هذه العوبة وتبعد، حصلها يقول له العب يقول له العب، مرتدة الآن، مرتدة راشد الدوسري برافو ولد على مرتين،
لكن هذه كرة سريعة سريعة. شوف اثنين هناك خلي بالك. برافو حمد القلاف لحارس مرمى سليمان رشيدي عن دخول اللاعب. هذه الكرة اللي لعبت والدفاع شالها برأسه من الخلف، برأسه من الخلف على العموم. شوف شوف الشد، شوف الشد شو يسوون مع خالد إبراهيم. شايفين عربي راشد الدوسري بارك لفنيني فواز لعتيبي فواز العرضية ما توصل شبيب أخيرا عند حارس المرمى الموفق اللاعبين المنتخب الفلبيني السيد روي بينتو. شبيب خبرة الحارس يخرج ليونارد استلمها قبل شبيب الخالدي. 2019 تكلم عن المنتخب الفلبيني القادم للمباراة الودية أمام منتخبنا الوطني، وهذه محاولة على جهة اليسرى للمنتخب الفلبيني تنشال وتبعد. هذا جوس المير، وهنا يعلن حكم المباراة السعودي. شكرا. شايف فيصل، شايف بدر طارق لأرضية الملعب. التشكيلة اللي بدأوها وصافرة البداية تنطلق الآن في شوط ثاني بسم الله. وعاد ممكن مهدي دشتي في هذا المكان يكون، مهدي دشتي يعني يمتاز في هذا المكان، وأضاف يعني بدر طارق في الوسط مع فيصل زايد. هجمة الآن مقطوعة حصلها بدر طارق، سلم على طول لمبارك الفنيني بأثنين مع بداية شوط المباراة الثاني. بدر طارق وفيصل زاي، وفيصل زاي الاثنين يون. هذه محاولة وين لكنها وين؟ برا الملعب إلى ركنية، برا الملعب إلى ركنية. ماني قوته شوف على طول تلمس ركنية الأولى والرابعة في الشوط يلعبها فواز وتبعد تبعد. الآن المرتدة على السرعة تمد المنتخب الفلبيني لكن هوين خارج الملعب إلى يجهز اثنين من البدلاء. هذه وين أيضا كانت فيها خطورة لعبتها فسحب اثنين وحتى يستفيد من اللي داخل منطقة 18 رأسية لكن يبعدها الدفاع ولا زالت فيها خطورة لمنتخبنا الوطني. ترجع مرة ثانية فيصل زايد، فيصل بالكعب ما مشت مع فيصل، أخيرا هي برا الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس اللعب فيصل زايد سقط سقط كرة سقط كرة. أوه. كان ممكن بنيران صديقة مع أنت شفتهم يا شكرت هنفوش. على العموم الركنية اللعبات تنحط لكن بيد حارس المرمى. حلوة حمد الحربي هو اللي يتقدم يلعب كرة بالرأس. دقيقة 7 الشوط الثاني. بدر طارق في النص هدر حلوة هذه ناحية اليسار. مبارك لفنيني 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 شوت بيد حارس المرمى. نعم لعبوا هاللعبات الحلوة. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه بتحصل كرة ثانية إن شاء الله يا مبارك الفنيني، لكن هي لعبتها حلوة وإن كانت يعني بيد حارس المرمى. وين مبارك؟ شوف شوف هذه تمريرة بدر طارق. يا سلام فنيني أيضا حلو من ريد، لكن وين ما تلعب. كنت أتكلم مع عن حكام الحق اللي ذهبوا لقاء المنتخب الإماراتي مع المنتخب التايلندي هناك، ولذلك أمامي أوراقي أحيانا لما طالعها ممكن يعني ويشوت ممكن. هذه كرة طويلة أيضا لبارك الفنيني، بارك الفنيني فيها راية. ماذا لحظة لعب الكرة؟ نعم هو سريع، لو شوية متأخر عندك السرعة ممكن على العموم، لكن الراية موجودة. جمل وهذه تسديدة مبارك الفنيني اللي استعجل فيها شوية، نفس الزاوية اللي واقف فيها الحارس اللي واقف فيها الحارس. يلا أغا مرة ثانية جديدة وعيد وعيد. الآن بدر طارق، بدر ولا فيصل؟ بدر ولا فيصل؟ فيصل حلوة من فوق الحيطة لكن بإيد حارس المرمى. نعم شوت ويلعب من فوق الحيطة كثير لعباته فيصل زايد، يعني لعب في الدفاع، لعب في الدفاع ما يونس، لعب في الدفاع ما ينفع. حمد يتقدم القلاف الظهير الأيسر. نعم حلوة ليم. يلا يلا مبارك الفنيني نيني
تبيلي شبيب. بدر طارق حلوة يا بدر، بدر حصلها. مبارك الفنيني، مبارك 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 مبارك. وين ليش للحارس؟ تمرير شبيب، حصلها يا شبيب، لكن تغطية والحارس. يلا تابع، سلم سلم سلم، حطها في الجول، حطها في الجول. يقول له العب، يقول له العب، يقول له العب. والحارس رغم ان الكرة سقطت من الحارس، الآن شوف اللعبة، شبيب على طول وحارس المرمى. وهنا شبيب، شفت دخل المدافع، دخل المدافع، أشر يقول الحكم ما فيها شيء، يقول ما فيها شيء، ويترك القرار للفي اي ار ماجد الشمراني حتى يعطيه الضوء الأخضر انه صح ولا لا. عبها سقاط، لأنه وقف اللعبة على أساس سقوط اللاعب، وبعد ما كلموه قالوا لا ما فيها ركلة جزاء، قال لك يلا خلينا نلعبها اسقاط خلاص. على العموم تبقى الكرة والفوز مهم جدا حتى يعطيك أريحية. بدر طارق، تسديدة تسديدة، الله 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 الله، هذا اللي اتكلم عنه يا بدر طارق، هذا الكلام نقول الكرات الثابتة، لكن من كم ياردة؟ من منتصف الملعب، يعني ايش بنقول؟ من منتصف ملعب او اكثر ملعب المنتخب الفلبيني، بدر طارق صاروخ 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 في مرمى المنتخب الفلبيني. واحدة الحلول اني اتكلم عنها، نعم يا 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 بدر طارق، شوف شوف، الله الله الله، ما راح تقدر عليها ليونارد، ما راح تقدر عليها. هذه كرات بدر طارق، هذه كرات بدر طارق، هوش انه يرفع لكن هو سدد بقوته. ونعم تبديل ناجح، اقول لان مثل هذا اللاعب راح تستفيد منه من الكرات الثابته. نعم في هذه الكره يسجل واحد من اجمل الاهداف لمنتخب الكويت، منتخب الكويت الوطني. الدقيقة 27 من هذا الشوط الثاني، بدر طارق صاروخ صاروخ من كرة ثابتة، صاروخ بدر طارق يسكن مرمى المنتخب الفلبيني. خالد إبراهيم المقاتل، حمد عربي، و حمد القلاف صيدها صيدها، صادها حمد القلاف، يحاول يتقدم، يلعب العرضية صح، العبها صح، الله حلوة حلوة حلوة، لو اكملت في الجول حلوة، ما عليه، مرت من فيصل زايد، مرت عرضية حمد القلاف من فيصل زايد، كان ممكن يكون الهدف الثاني، كان ممكن يكون هدف ثاني لمنتخبنا الوطني. لكن الآن المرتدة، خلي بالك الدفاع، حمد الحربي غطي مكانه يا حمد القلاف، وهذه كرة ملعوبة يفوتها، شيلها علي خلف، تسلم على طول سريعة على مهدي، علي خلف على العموم إلى الركنية، كان محمد خالد الركنية الآن للمنتخب الفلبيني، وناخذ حذرنا ونعرف شلون نتعامل مع الركنية. هي ملعوبة رأسية، الله رأسية رأسية، لكن الأمين أمين دائما، الأمين سليمان عبد الغفور بآخر لحظة يشيلها، كانت رايحة على المرمى، قالها في اللحظة الأخيرة مع البديل قايسو، لكن انتقلت من، شوف شوف، يا سلام عليك يا سليمان، برافو برافو برافو، كرة على طول، البديل كان شبيب متراجع أيضا، هوبا على طول يشيلها يشيلها، يبعدها على اللاعب عبد الله الفهد، عبد الله فلبيني، الفلبيني سريع، نعم سريع، عنده السرعة وعنده الأداء، اللي في الشوط الأول كان أفضل، الشوط الثاني نعم أفضل بكثير منتخبنا الوطني، التغييرات اللي أجراها مبكرا لما لعب بدر طارق وفيصل زايد، وبعدين دعم أحمد الزنكي اللي خلف، وهذه كرة منتخب البيني راح يشوت، عالية وبعيدة عالية وبعيدة وخارج الملعب إلى ركلة مرمى، راح يثبتها سليمان عبد الغفور، نعم يكون هو متأخر، وكان بدر طارق أيضا كان هذا المكان، هذه كرة ملعوبة، بدر بدر طارق
معاه حصلها. نعم حصلها بيلعب كرة ناحية شبيب الخالدي يكسب خطأ شبيب الخالدي يكسب خطأ شبيب الخالدي. لعبة سريعة يلا يا السريع يلا يا أحمد الزنكي جول السريع أحمد الزنكي يقول الهدف مولي يقول علي خلف الهدف مولي لي أحمد الزنكي أحمد الزنكي برافو 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 ما تأنه. وهذه اللعبات الحلوة هذه اللعبات الحلوة. الدقيقة 39 علي خلف تمريرة ولا أروع تمريرة ولا أروع من اللاعب أحمد الزنكي أحمد الزنكي. ولذلك لما يتكلم علي خلف بالهدف يقول الهدف مو أنا سجلته اللي سجله أحمد الزنكي اللي عطاني الكرة على طبق من ذهب. وهذه هذا التعاون. شوف أحمد الزنكي برافو يا أحمد نظرة واحدة شاف علي خلف جاي من هناك اثنيناتهم لعبوا بنفس الوقت تبديل ناجح. نعم يضع الكرة في المرمى شباله أحمد الزنكي صنع الهدف الثاني وعلي خلف يتمتع بهذا الهدف وبهذه القدم اليسار داخل المرمى. منتخب الكويت 2 منتخب الفلبيني لا شيء منتخب الكويت 2 المنتخب الفلبيني لا شيء. إذن كرة حلوة قوية خطأ وين بيلعبها لافة ابعد برافو شيلها على طول بعد علي خلف معهم نازل في الكرة الماضية يلا مرتدة سريعة بدر طارق بدر طارق بدر طارق بدر يمرر يا ولد حلوة فيصل زايد فيصل زايد يبحث عن لاعب وهنا شبيب الفكرة حلوة الفكرة حلوة يا شبيب لكنها عالية أكثر من اللازم وأخيرا هي برا الملعب. إلى فكرتها حلوة احنا تكلمنا عنها قلنا فكرة حلوة. شوف شوف فيصل زايد وهو جاي على طول نعم بيسقط لكن عالية أكثر من اللازم عليه خارج الملعب شيء حلو لكن أيضا يعني الجمهور اللي في المواجه للكويت وعلى اليسار للآخر للمنتخب الفلبيني بعيدين عنهم كثير وهذه محاولة منتخب الفلبيني العرضية ما تمر محمد خالد طول كمل عليه محمد خالد محمد خالد يرجع مرة ثانية يسكر يحاول لمنتخب الفلبيني العرضية سهلة 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 لي توجيهات شبيب الآن توجيهات المدرب خطة اللي بناها في الشوط الثاني نعم ناجحة إن شاء الله نشوف هذه في المباريات القادمة أكثر وأكثر نتمنى نشوف أكثر وأكثر. هذه محاولة رأسية خالد إبراهيم يبعد خالد إبراهيم والعرضية وسليمان يحصلها حصلها سليمان وعطى الشيء صح للأزرق الكويتي. محاولة منتخب الفلبيني على اليسار ممكن خلي بالكم تكون العرضية لكن هو بيحاول يمر حاول يمر ما راح يعطونا فرصة وين خارج الملعب إلى ركلة مرمى شيل صوابة لعبها لحارس المرمى ليونارد ليونارد خلاص خلاص نعم 3 دقائق عطاهم بالوقت. شكري الحنفوش شكرا للطاقم التحكيمي السعودي شكرا للأزرق الكويتي منتخبنا الوطني بهذا الفوز على المنتخب الفلبيني الصديق بهدفين مقابل لا شيء هدفين ولا أروع واحد أحلى من الثاني. بدر طارق من تسديدة قوية مسافة بعيدة صاروخ نقول سكن مرمى ليونارد الحارس الفلبيني ومن ثم تأتي جمالية الكرة من أحمد الزنكي عندما مر كرة على طبق من ذهب لزميله علي خلف وسجل منها بهدف الثاني بيسارة. إذن